مرحبا، أنا سامر من محاكاة وبشرفني أكون معكم اليوم عشان أخبركم على واحدة من أحدث الشهادات المهنية في عالم سلاسل الإمداد. الجمعية الأمريكية لسلاسل الإمداد ASCM أصدرت شهادتها الجديدة CTSC Certified in Transformation for Supply Chain. الشهادة بمحتواها تتحدث عن آليات مختلفة لخلق Transformation بالSupply Chain. إذا أنت محترف في سلاسل الإمداد وعندك كارير مهني في سلاسل الإمداد، من الرائع أنك تطلع على المحتوى التعليمي تبع CTSC ليساعدك في خلق تغيير في سلاسل الإمداد. كثير من طلابنا بيسألونا عن ماذا بعد شهادات مهنية زي CSCP وCLTD وCPIM اللي هم أصلاً بيعلموا best practices بالسبلاي تشين. بالحقيقة the next big thing is how to use كل العلم هذا to create transformation بالسبلاي تشين. عشان هيك أنا بدعو الجميع أنه يلقوا نظرة على المحتوى التعليمي تاعها وينخرطوا بهذا الكورس الرائع اللي من شأنه أنه فعلاً يخلق تغيير ويحدث تغيير في سلاسل الإمداد. عشان إحنا نخلق ترانسفورميشن إحنا محتاجين استراتيجيات ومنهجيات، إحنا محتاجين change management، إحنا محتاجين project management، إحنا محتاجين leadership for change، إحنا محتاجين قياس أداء قبل وبعد، إحنا محتاجين آليات لتغيير السبلاي تشين تاعتنا. تخيل كل هذه المواضيع they come together in one accreditation which is the CTSC. فريق محاكاة جاهز للإجابة على كل أسئلتكم، ونتطلع دائما أن نشوفكم بكورساتنا إن شاء الله عن قريب. Thank you very much.